حينما وقعت مصر اتفاقيات الشراكة المتعددة مع الاتحاد الأوروبي، وافقت على الإطار السياسي المرتبط بعملية برشلونة والذي ركز على حقوق الإنسان والديمقراطية، وكان الأساس فيها هو احترام السيادة الوطنية وسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية كرافد مهم من روافد منظومة حقوق الإنسان والتي أسسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إلا أن قضايا حقوق الإنسان تحولت مع زيادة نفوذ التيارات اليسارية وسيطرتها على الانتخابات الأوروبية، تحولت إلى سبب رئيسي في زيادة مساحات سوء التفاهم بين مصر وعدد من دول أوروبا، والتي لا تريد استيعاب اعتزاز الدولة المصرية بدستورها ومؤسساتها القضائية وسيادتها الوطنية. زادت الفجوة مع اعتماد مؤسسات أوروبية مثل البرلمان الأوروبي على معلومات مؤسسات حقوقية مسيسة ومنوئة للدولة المصرية خلال رصدها لتطور أوضاع حقوق الإنسان في مصر. انتهج البرلمان الأوروبي اتجاه معاكسا لبعض دول الاتحاد والتي بدأت في تفاهم حقيقة الأوضاع في مصر، وآخرها حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن دعم حقوق الإنسان في مصر لن يتم إلا بالحوار، وعن رفضه للغة الإملاء أو وقف توريد الأسلحة لدولة شريكة لأوروبا في مكافحة الإرهاب وعمليات الهجرة غير الشرعية. فيما توافق البرلمان الأوروبي مع دول أخرى لا تبذل أي جهد للاطلاع على حقيقة الأوضاع في مصر، وظهر جهلها بحالة حقوق الإنسان في مصر خلال مداخلتها وتوصياتها خلال مناقشة ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2019، والذي ظهر فيه تأثر تلك الدول بالمعلومات المغلوطة التي تمررها بعض المنظمات الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام العربي. أستاذ أسامة، بعد التحية، تعليقك على مواقف البرلمان الأوروبي. لا، مبدئيا أنا عايز أقول كلمة فضل. أرجو أن يعرف الجميع أنني لا أمثل الحكومة المصرية ولا أتحدث باسم أحد في الدولة المصرية. أنا مواطن مصري رحت أو جئت. في النهاية هذه اللغة مرفوضة، ومش بس، والأهم فعلا كونك مواطن مصري، هذا هو الأهم مصر. بالفعل نعم. وطالما أن الذي يتحدث برلمان أي مواطنين مش حكومات، فأنا سأتحدث على مستواهم وسأتحدث بما يمثلونه. إذا كانوا يمثلون شعوبا أصلا، هم اختطفوا الديمقراطية من بلدان أوروبا وجعلوها في بروكسل براحتهم، لم يحدثهم أحد، لم يحدثهم أحد عن انتهاكهم لحقوق الإنسان في الحياة ووقوفهم أمام مكافحة الإرهاب، واعتبار أن مكافحة الإرهاب شيء وصيانة الحقوق الفردية شيء. نعم. الوقوف إلى جوار، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الصحفي مع ماكرون. حضرتك تتحدثيني على مستوى رئيس دولة أمام رئيس دولة، وأنا أتحدث كمواطن أمام مواطن. نعم، تفضل. إن رأسي تتساوى بل تعلو على رأس أي مواطن يتحدث عن حقوق الإنسان في العالم، ودعيني أقف أمام الحقيقة. من أول دولة في العالم هبت لنجدة الشعب الإيطالي في كورونا؟ مصر أرسلت معونات من أجل حق الإنسان في الحياة في إيطاليا. هذه المعونات كنا أحوج ما نكون إليها، اقتسمناها مع دولة أوروبية. حدث أم لم يحدث؟ أليس هذا حقا في الصحة وحقا في الحياة؟ حدث أيضا أن كل أوروبي يدخل إلى مصر يحصل على تأشيرته في المطار، بينما أي مصري، أي عربي، أي أفريقي لا يستطيع أن يتخطى الحواجز الرهيبة لدخول القلعة الأوروبية المحصنة من شعوب تتصور أنها في حالة استعلاء علينا. نعم، بالتأكيد أستاذ أسامة، احنا مش بنتكلم على كل الشعوب، يعني حضرتك ذكرت أن البرلمان الأوروبي هو يمثل عدد من الأفراد وهذا هو سبب الرد. أتحدث باسم شعبي؟ نعم. مع ممثلين شعبيين. نعم. وأنا حر فيما أقول ولا أبالغ إذا قلت أن هذا الكيان الذي أصدر هذا البيان هو كيان بلا أي قيمة أصلا، ولا يستند إلى جماهيرية شعبية مباشرة. هم لصوص إرادات يريدون
أن يقولون لشعبي، شعب مصر، افعل هذا ولا تفعل. ما الذي حدث في هذا العالم؟ هل تناسوا من أعظم مجرمي الحرب في التاريخ؟ أوروبيون. وخاصة أستاذ أسامة أننا نتحدث عن أمور قضائية، يعني هي ليست أمور بعيدة عن التحقيقات. لا يوجد ما هو قضائي في البرلمان الأوروبي. القضائي موجود في محاكم، محاكم العدل وما إلى ذلك. هم تجاوزوا كل الحدود وتصوروا أنهم جنس أسمى، وأن من حقهم أن يقولوا للدولة المصرية وللشعب المصري افعل ولا تفعل. وهذا الأمر ليس فحسب مرفوض، بل أنه مرفوض من كل الشعوب العربية وليست فحسب المصرية. نعم، هذه الرسالة ينبغي أن تكون واضحة تماما، إنها رسالة غضب واستياء وأيضا استعلاء على من يحاول أن يستعلي علينا. نعم، هذا هو رد حضرتك أستاذ أسامة كمواطن مصري. هل هذا الرد مختلف عن كونك رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام؟ بالضبط، قلت لا أمثل أي أحد في الدولة المصرية عندما أرد على هذه المشاعر. نعم، لا أرد على أحد بالاسم أي أحد، ولكني أرد رأسا برأس، رأسا برأس. هذا الكلام مش بس مرفوض، ومدان ومطالب البرلمان الأوروبي بالاعتذار إلى الشعب المصري الذي عزلوه عن قيادته وتصوروا أنه مخطوف، وأنهم بسبيلهم للتحدث معنا مباشرة بصرف النظر عن نظامنا السياسي وكأننا محتلين. لا يا فندم، الذي يقوم بالاحتلال والتمييز العنصري هو أصلا أوروبي. راجعوا أنفسكم. نعم طيب، تراثنا، لا تراثنا معكم أعظم مما تتخيلوا. عندما كنتم تغسلون الصحون كانت مصر تستقبل المهاجرين الإيطاليين والفرنسيين والبلجيكيين من كل الجنسيات، لجأوا إلى مصر ورجعوا للتاريخ. من الذي حماهم في الحق من الحياة وحفظ لهم كرامتهم وحقوق الإنسان؟ نعم مصر. نعم، الدولة المصرية لا سواها. وسألوا أيضا في أوروبا، من الذي اختطف المواطنين من ليبيا ولم يعودوا أبدا في أضخم جريمة اختفاء قسري في التاريخ؟ نعم أستاذ أسامة، طيب ده رد حضرتك كمواطن مصري بعيدا عن العمل السياسي تحديدا، لكن ماذا أنا لا عن أعمل بالسياسة يا فندم. نعم، أنا لا أعمل بالسياسة، أعمل بالصحافة. نعم نعم، أعمل في مجال يعبر عن ضمير الأمة. نعم، لكن دعنا نتحدث. مرفوض تماما. نعم، كل ما جاء عنهم. وضحت الفكرة أستاذ أسامة، لكن عندما حضرتك تحدثت عن فكرة أنهم لا يرون أو لا يلتفتون إلى أهمية مكافحة الإرهاب ويتحدثون عن أمور جانبية، كنت أقول لحضرتك أن هذا أيضا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وأن هذه أيضا كانت من ضمن النقاط الهامة والتي أيضا يعني أكد عليها الرئيس الفرنسي. خلينا نتكلم بوضوح عن الإجراءات القانونية واللي بيقوموا بيها والدفاعية لما بيحصل عندهم حادث إرهابي، وشكل بقى احترام حقوق الإنسان في ظل الحوادث. وكانت من ضمن المقولات أيضا الأوروبية، لا تحدثوني عن حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بأمن بلدي. وبالمناسبة بقى، أوروبا كلها، وأنا أحدث من يزعمون أنهم برلمان يمثل الشعوب الأوروبية، أوروبا تتجه وبقوة إلى الفاشية، وتتجه بقوة إلى التيارات النازية الجديدة، وتتجه وبقوة إلى انتهاك حقوق الفرد والحريات الفردية. نحن لسنا نائمون على آذاننا، نحن نراقب كل شيء، وأيضا لدينا سجل لحقوق الإنسان الأوروبي كمواطنين، ونرفض أيضا انتهاك سيادتنا وكرامتنا الوطنية. نعم. نقطة ومن أول استطاع. نعم أستاذ أسامة، يعني رد الفعل الشعبي ورد الفعل أيضا من قبل مجلس النواب المصري كان رافضا بالتأكيد لكل ما قاله البرلمان الأوروبي، هل تتوقع أن يكون هناك رد فعل مغير أو فعلا اعتذار من قبل البرلمان الأوروبي؟ لابد أن يعتذر، وإلا تضررت مصالحه، وإلا تضررت شركاته، وإلا تضررت منتجاته، وإلا تضرر عمق الأمن القومي لقارة أوروبا التي تبدأ، هذه حدود الأمن القومي تبدأ من أبو سمبل في مصر.
وراجعوا جمال حمدان وراجعوا علمائهم في الجغرافيا السياسية. نعم سيدفعون ثمنا قاسيا إذا ما تعنتوا وأصروا على الحديث من أعلى الشرفة. لا، انزلوا إلى أرض الواقع وتعاملوا بما يليق. والدولة المصرية التي كانت دولة منذ آلاف السنين، عندما كان بعضهم محض قبائل بربرية يقومون بتصفية بعضهم بعضا. نعم أستاذ أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة. ولابد من التنويه أيضا، لأن حضرتك كنت حريص كل الحرص على أن تقول أنا الآن أتحدث كمواطن مصري، وهذا هو الأهم عندما نتحدث عن بيان من قبل البرلمان الأوروبي.